ده شيء من زمان. نسمح لجالهم نداية ضربت حنان على الجمهور في المدخل تحت. هي حنان بنت اللي ضربت حنان، راح زعجتها من عند سلفتي، قالت لها تعالى انا عايزاكي يا امي في البيت. امها ايه انت عايزاني ليه؟ لسه هجيب العلف للباص. قالت لها بس تعالي الاول. اجت معاها، قالت لها تعالى اطلع فوق. قالت لها انا هقعد هنا عشان لسه هرجع اجيب علف. قالت لها انت امي ادتني الموسم 200 جنيه واخدهم ليه؟ قالت لها انا هاخده ليه؟ قالت لها اخدي. قالت لها انت ما جبتي لي موسم عاشور من سنه ونص، هي مدته بقالها سنه ونص. جايبه لك الموسم كله. انت بتكلمي من جوزك متجوزه بقالك سنه ونص. قال لي بقالك سنه ونص متجوزه لسه بتجيبي لي كل حاجه. قالت لها انت مش متاكده؟ قالت لها مش عايزك تعيش تاني. انت عايز لي جوزك بعت لك 3 4000. قالت لها انت بتقولي تعيش يا بنت الكلب. يا بنت الكلب ده انا مش هسيب. كفه دي جيب دي، بقى كفه دي جيب دي. انت بقى مش هخش قدام حنان، مش هخش قدام اللي هي بنتي. من ايام الشغل الخبيث طول الليل راحت نايمه على ظهرها ومجرجرها من شعرها. بنت بقى بترجع تبصات مش بقى تحس بنفسيها. راحت جايبه لها خشبي قدام امها، امها كانت موجوده ما بقت تحوش خشبي. نزلت على كتفها ما بقتش عندنا خلاص على كتفها. حنان دي اللي هي الحمد. امها بقت تحوش مش قادره عليها، كانت شايله البنت الصغيره. مش هسيبك يا بنتي انا موتك. والكف دي هي جيب دي، والكف دي هي جيب دي. وراحت تقلع من شعرها، مقلعة على شعرها. جرجرتها من شعرها عايزه توديها البدرون. البدرون تحت على البسطه تحت. مش ودتها بقى، جرجرتها من على السلمه التحتانيه دي، شدتها على السلمه العاليه. تمام. من شعرها. وبنت جسمها مليان وتخين. مش عارفه جيت عليها ازاي. مش مريحاني. مش مريحاني، بتطلب طلبات كتير. اقول لها اديلها يا حبيبي. ملك البركه اللي هي. انا عايزه بصيص صوتي على نفسي تديني. فوق ما تتخيلي. فوق ما تتخيلي. ودي لها اللبن، تجيب لها العسل. فوق ما تتخيلي. والله يا حبيبي ما كان على طهره. عمل ايه؟ سمعنا العمل بنت مش عمل الكلام فارغ كل ده. وبعدين هي اللي حصل بقى كانت عايزه تموتني. الكلام هو والله عايزه تموتني. الكلام كله ايه؟ طيب الكلام كله ما عادش لها عشا بقى عن ديني. ما هي هتيجي تموت مين؟ ده صدمه الالم. عايزه تموت جوزها. لا تيجي تموت حماتها، لا تموت بعدش لها عاكسه. بعد ما تضرب حماتها ما عادش ينفع. اخواتها خافت تموتها، ممكن تموت جوزها. بتعيشها معاها وبتاكلها وبتشربها وبتجيب لها كل حاجه. والله ما دست على طرف. والبنتين ده هما كانوا وياه. انت بتسيبها وتطلع تشتغل وهي قاعده هنا وهي نايمه هنا. والله يا بنتي انا من ساعه وانا تعبان. بس اول ما ده بيقول لك جوعانه لازم يقول النهارده دول الكذب اللي تعبانه وتعب زاد عليا وعيط ليل ونهار عشان بنتي. منها لله. حد تعمل فيها كده ليه؟ ده بنت غلبانه ومجاهده وحد بيضرب حماتي بالخشبه وبالشبشب. ضربتها بالقلم وبالخشبه وبالشبشب. كل ده وعلى مناخيرها عماله بنات حضرتك. فرحان مبروك عبد السلطان اخت حنان. المشكله ان انت مش جبت لي وانا مخطوبه امي ادتني 200 جنيه عشان ما تاخديهم. ما تعمليش وش، شوفي بيتك عايز ايه. طب اكنس يا بنت الناس. اعملي اختي بتكنس زي ما انت شايفه حضرتك بالمجشي وقاعده تفطرها عادي. مش حتى اخواني عادي قاعده طول ما هي لو في مشاكل وفي ذره مشكله بينها ومرتب لها تقعد جنب مرتب لها كده عادي. قاعده عادي وبتكلم وديك راحت ايدها كده كده وراحت نايمه وبالشبشب وبالخشبه وشده شعرها ونفخت شعرها ونفخت شعرها. ده اختي اختي شعرها كلها تمام. اختي كان اختي مش تستحق كده. انا عايزه حسبي الله ونعم الوكيل فيك يعني. ده يا بنت حمد يقعد لك في صحتك وعافيتك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هي وامها واللي ربوها. احنا كنا بنات وعندنا بنات، ربنا عيالنا احسن تربيه واعلى احترام. ايه في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ معلم في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ لو مجوعاه لو سمحتك لو مجوعاه لو قافله عليه لو مش بتديها مناظرك مش تضربها. العين ما تحلاش مش تقلع عن الحليب. ترحم ترحمها ده احترامها. كمان
ماما دسها على راسنا. اسم عم ايه 17 سنة عشت معها، مات عندي 45 سنة. مهما يحصل حضر يما على يما مفيش حاجة، حتى لو في حاجة بابا يسمر دي، انما ايه دي حضر كل حماتها يحصل في الزرعة وتنيم حماتها وتزرجلها ليه؟ زهقنا من حماتك، حماتك عامله فيك البطيخ تروح لابوها. الناس دي لو هم نار سيبيهم تروح لابوكي، مش تضربي حماتك. حماتك الحمه السهل كده، ده الحمه لها احترامها بجد، الحمه لها احترام، الحمه اللي تربي لها راجل وتعمل لها شقه وده كله تستاهل كده؟ بقول لك ده عيب وغلط ومفيش احترام لبني ادم وكده غلط. في بنت تضرب حماتها؟ يلعن بتاعها عن الحجب. مهما حماتها تعمل، مهما تعمل ده حماتها دي ملاك مهنياها والمصحف ممتعاها يا استاذه وجايب لها الحلو اللي في الدنيا كله. هاتي كذا تطلع وتديها، تديها ما تقولش لها لا. ركع الام، ربنا يشهد عليها. الام مدرسه، الام اللي بتعلم بنتها صح. عايزه عباد جيب لي، هاتي دي تجيب لي، ما فيش.